الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السودان لتطوير حركة النقل النهري. القاهرة تستضيف اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية أممية. الأمم المتحدة تستبعد التوصل لهدنة في أوكرانيا وتحذر من أزمة غذاء عالمية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة مشاهدينا الكرام تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، وذلك من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلا عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي لمتابعة جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بوزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمشروعات الملاحة النهرية. وقد عرض الفريق كامل الوزير خطط الربط النهري بين مصر والسودان من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للخط الملاحي بين مينائي السد العالي ووادي حلفا، والذي يبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر ويصلح للملاحة النهرية على مدار العام. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في التنسيق مع الجانب السوداني الشقيق لتطوير حركة النقل النهري بين البلدين، لما لذلك من أهمية في تعزيز التقارب والترابط البشري بين الشعبين الشقيقين، إلى جانب تعظيم التبادل التجاري من خلال تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، فضلاً عن رفع الحالة الفنية لأرصفة الشحن والتفريغ على امتداد الخط الملاحي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض أيضاً جهود رفع كفاءة الموانئ البحرية المختلفة على ساحلي البحر المتوسط والأحمر، خاصة مينائي الأسكندرية والدخيلة، فضلاً عن سير العمل بتطوير مينائي العين السخنة وسفاجة، وكذلك مخطط تطوير ميناء دمياط والمحاور المحيطة به. كما استعرض السيد وزير النقل جهود تطوير منظومة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية بمختلف جوانبها، لا سيما الأعمال الجارية للبنية الأساسية الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح، خاصة الموقف التنفيذي للمحطات وأسطول الوحدات المتحركة. وقد وجه السيد الرئيس بالبدء في الخط الثاني من المشروع، والذي سيمتد من العين السخنة إلى أبو سمبل، بما سيساهم في تعزيز حركة السياحة على امتداد هذا الخط من خلال توفير وسيلة آمنة وسريعة للتنقل. كما تم عرض الموقف التنفيذي لإقامة محطة بشتيل الجديدة للسكك الحديدية، والتي ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لرواد قطارات الصعيد، بالإضافة إلى سير العمل في خطي المونوريل شرق وغرب النيل، وكذا تطورات المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إلى جانب مستجدات الأعمال التنفيذية الخاصة بالقطار الكهربائي الخفيف LRT، والذي يبلغ طول مساره حوالي 103 كيلومتر بعدد 19 محطة، وسيساعد على أحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى. وجه الرئيس السيسي الأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والمتابعة المستمرة، بالإضافة لتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي حادث تصادم الأتوبيس السياحي بسيارة نقل بأسوان. وأكد الرئيس السيسي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتابع عن كثب الحادث الأليم، موجها بتقديم أوجه الدعم لأسر الضحايا والمصابين. كما تقدم سيادة الرئيس بخالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد ضحاياهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطمأن على الحالة الصحية لأخيه ملك الأردن، وذلك بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. استضافت القاهرة ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين لعقد اجتماعات المسار الدستوري الليبي استعدادا لبدء أعمال المسار برعاية الأمم المتحدة. هذا وقد ثمنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز مبادرة القاهرة لاحتضان الأطراف الليبية بهدف وضع إطار دستوري متوافق عليه يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية من أجل استقرار المؤسسات الليبية. الاحترام المتبادل والشراكة ومن قبلهما القرار الوطني المستقل، ثوابت حددتها مصر في حرم سياستها الخارجية وكفلتها للأشقاء على حد سواء، وليست شقيقة ليبيا بعيدة عن ذلك. وتأتي استضافة القاهرة ممثلي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين لعقد اجتماعات المسار الدستوري الليبي استعدادا لبدء أعمال المسار برعاية الأمم المتحدة تأكيدا لهذه الثوابت المصرية. مبادرة القاهرة لاحتضان الأطراف الليبية تعد فرصة قوية في اتجاه وضع إطار دستوري متوافق عليه يمهد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وهو ما يمثل حجر الزاوية لاستقرار المؤسسات الليبية. مبادرة رحبت بها الأطراف الليبية وثمنتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا. الأمم المتحدة تثمن الدار البناء ليس لمصر فحسب، بل وجميع الشركاء في هذه المنطقة الذين تأثروا أكثر من غيرهم جراء الأزمة في ليبيا، والذين عاقفوا من المساهمة في جهود للأمم المتحدة من خلال استضافة محادثات من هذا النوع. إن إشراك الشركاء في المنطقة على نحو إيجابي مهم لضمان مستقبل يؤمه الاستقرار في ليبيا. قضية الوطن أكبر من كل اختلاف، وعلينا إيجاد نقاط مشتركة بهدف الوصول إلى توافق حقيقي يكون نتيجته الوصول إلى مطلب 2,800,000 ليبي وفق دستور دائم، وهو المخرج الوحيد لاستعادة الدولة الليبية وحمايتها من التدخلات الأجنبية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والتحكم في موارد الدولة الليبية ومقدراتها. نلتقيكم اليوم على أرض جمهورية مصر، ونحن وهنا نغتنم الفرصة السانحة بأن أتوجه بجزيل الشكر لجمهورية مصر أرض الكنانة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودعم التوافق بين الأشقاء. السادة الحضور، أحدثكم اليوم رفقة زملائي أعضاء اللجنة المنتخبة والمكلفة من المجلس الأعلى للدولة لمهمة إعداد القاعدة الدستورية من خلال التشاور والتوافق مع ممثلي لجنة مجلس النواب لإعداد قاعدة دستورية وقوانين تفضي لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك يتواصل الدور المصري في ترتيب أوراق البيت الليبي في إطار السعي نحو إيجاد حل سياسي شامل ومستدام وليبي خالص، لتؤكد مصر يوما بعد يوم أنها الشقيقة الكبرى ومفتاح السلام ودرع أمتها الذي لا ينكسر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت حتى لا تتأثر المشروعات التي يتم تنفيذها والاستمرار عمل هذه الصناعات المهمة وبكفاءة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بعدد من كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت بحضور وزراء وعدد من المسؤولين. وقد أكد مدبولي أن الاجتماع يتزامن مع ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام،
مشيرا إلى اهتمام الحكومة البالغ باستمرار هذا القطاع المهم الذي تعمل به ملايين الأيدي العاملة الوطنية. من جانبهم أعرب كبار مصنعي الحديد والصلب والأسمنت عن تقديرهم لحرص الدولة على التنسيق والتعاون من أجل النهوض بالصناعة الوطنية. وفي سياق آخر، قال مدبولي إن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور إلى جعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرى، بالإضافة للتخفيف من الكثافات المرورية عليها. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات واستعراض تطوير الطرق والمحاور بغرب الجيزة ومدينة شرم الشيخ. وخلال الاجتماع أكد مدبولي دور تلك المحاور في الربط بين العديد من المناطق، وذلك بما يخدم قاطنيها والأنشطة الاقتصادية والتجارية القائمة والمقترح إقامتها بتلك المناطق وتحقيق التنمية المستهدفة. من ناحية أخرى، شهد مدبولي مراسم التوقيع على اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وشركة إيني الإيطالية. ويهدف الاتفاق إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز المصري من خلال تعظيم الإنتاج المشترك، وبما يسهم في قيام شركتي إيجاس وإيني بتحديد الأنشطة والفرص الجديدة من أجل زيادة معدلات إنتاج الغاز على المدى القصير. كما يهدف الاتفاق أيضا إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر، خاصة بمناطق دلتا النيل وشرق المتوسط والصحراء الغربية. استكمالا لخطة وزارة الداخلية في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالأندية والمولات التجارية، أنشأت الوزارة وحدتي مرور إلكترونيتين بسبورتينج بالإسكندرية والغردقة بالبحر الأحمر، والمعاملات في تلك الوحدتين لا تتم فيها التقيد بنطاق جغرافي محدد من أجل طلب الخدمة. شهدت الطرق نقلة نوعية وحضارية مع توسع الدولة في إنشاء شبكة ضخمة من الطرق، وهو ما واكبته وزارة الداخلية بتطوير منظومة إدارة الحركة المرورية لتصبح إلكترونية، ونشرت منظومة متكاملة من كاميرات المراقبة على الطرق، واستحدثت وطورت سيارات الإغاثة المرورية. امتد التطوير إلى خدمات تراخيص السيارات من خلال التوسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية بالمولات والأندية الرياضية. في هذا الإطار أنشأت الوزارة وحدة مرور إلكترونية جديدة بنادي سبورتينج بالإسكندرية. المعاملات في هذه الوحدة إلكترونية، ولا يتم التقيد فيها بنطاق جغرافي محدد لطالب الخدمة. أنا جيت وفوجئت الاستقبال جميل قوي وخدمة حلوة قوي، بقى الواحد ما كانش يتخيلها إن هو هيجي يلاقي الخدمة دي. وشكرا لوزارة الداخلية ورئيس الجمهورية، خدمة ممتازة. ده تعودنا من وزارة الداخلية في كل أمورها حاجة ممتازة. الموضوع كان سريع جدا وما خدش وقت خالص، والناس في منتهى الاحترام والتساهل معانا في كل حاجة. ويعني أنا ربع ساعة وخلصت ترخيص عربيتي، فأنا موضوع جديد جدا علينا وحاجة بصراحة تشرف. يعني جماعة هنا في منتهى الأدب والذوق والسرعة والتفاعل، الضباط في منتهى التعاون والجمال. بصراحة أنا يعني مش لاقي حاجة أقولها غير ألف ألف شكر. طبعاً إحنا بنشكر وزارة الداخلية على المجهود الكبير اللي هي عاملاه والتطوير اللي إحنا شايفينه، في تحسن في كل حاجة، في كل الخدمات الحقيقة. كما أنشأت الوزارة وحدة أخرى بالغردقة بذات المواصفات، مع الاعتماد في تلك الوحدات على نظام الفحص الفني الإلكتروني للسيارات للتأكد من توافر عوامل الأمان بها، وتعمل على مدار اليوم لاستقبال المواطنين من أي محافظة. والخدمة تتميز بأنها سريعة ولا تستغرق وقت، وهو ما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي. النهارده بالصدفه كنت في سيتي مول في الغردقه ولقيت وحده المرور الالكترونيه في الدور الثاني، فاتشجعت ودخلت يعني اسال ايه الاجراءات. لقيت الاجراءات سهله جدا وسلسه جدا، رخصتي خلصت في وقت قياسي وبطريقه سريعه جدا،
وانا سعيد بالموضوع خالص، وبشكر وزاره الداخليه على التكنولوجيا الجديده الجميله والتطوير السريع اللي هم بيعملوه. بصراحه تطوير كبير جدا وحاجه محترمه جدا، المكان نظيف والاجراءات سريعه جدا. بنشكرهم بصراحه على المجهود الجامد اللي هم عاملينه ده بصراحه، يعني في خلال 6 ساعه ربع ساعه بالكثير في خدمه نظيفه، في حاجه سبيشال، حاجه يعني حاجه كده فوق الروعه بصراحه. فبنشكر وزاره الداخليه على المجهود الجميل ده. التطوير في الخدمات المرورية شمل استحداث مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية بالتنسيق مع وزارة التخطيط، بدأ تشغيلها بعدد من المحافظات تمهيداً لتعميمها على باقي المحافظات، وتقدم خدماتها على مدار الأسبوع، وتقدم ذات الخدمات التي تقدمها وحدات المرور. وهناك خدمة كول سنتر إذا أراد المواطن خدمة الترخيص بمحل إقامته. مزيد من التيسيرات في الخدمات المرورية تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين، توسع في إنشاء وحدات مرور إلكترونية ثابتة ومتنقلة، فحص فني إلكتروني، عدم التقيد بنطاق جغرافي، كلها تيسيرات تسهم في تقديم الخدمة بشكل ميسر وحضاري. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 170 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية، كما تم أيضا ضبط قرابة 35 طن دقيق مدعم في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال حجب مواد البناء. تم أيضا ضبط أكثر من 19 طن أسمنت وحديد تسليح. وأما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 629 قضية، من بينها 132 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في ثاني أيام زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. وخلال الجلسة أعرب الوزيران عن اعتزازهما بهذا العام باعتباره يمثل الذكرى المئوية للعلاقات بين البلدين، حيث أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام من الجانبين، بالإضافة للسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين على الأصعدة كافة. واعتزازا بالعلاقات المصرية الأمريكية، حرص بلينكين على تسليم شكري هدية لمصر تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن نسخة لخطابين، أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها، والآخر خطاب للتهنئة بالاستقلال. وفي إطار زيارته الحالية إلى واشنطن، التقى وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، وجاء اللقاء في إطار تبادل الرؤى حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. أعربت الخارجية المصرية عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة عنف متصاعدة وتوسيع لنطاق عمليات القوات الإسرائيلية في عدد من المدن والقرى الفلسطينية وما صاحبها من استخدام مفرط للقوة ضد الفلسطينيين. وقد أكدت الخارجية رفض أي تحريض بما في ذلك دعوات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المعظم، مشددة على ضرورة احتواء هذه التطورات المتسارعة الخطيرة التي تتبنى أيضا المسار العنيف بمزيد من الاحتقان وتكريس لمناخ التوتر الذي لن يفضي إلا إلى تنامي التصعيد والعنف المتبادل. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأغراض إنسانية لا يبدو ممكنا حاليا في أوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحفي قال جوتيريش إن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا روسيا على مقترحات لإجلاء المدنيين وتقديم المساعدات. هذا وتواصل وكالات الإغاثة الإنسانية محاولتها لإجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية مثل مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تقديم مساعدات عسكرية جديدة تتضمن معدات ثقيلة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار. وأوضح البيت الأبيض أن الحزمة الجديدة من المساعدات ستشمل معدات فعالة تم تسليمها لأوكرانيا، بالإضافة إلى قدرات جديدة تتضمن خصوصا أنظمة مدفعية ومدرعات. وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن أعطى الضوء الأخضر لإرسال طائرات مروحية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون أن دفعات جديدة من صواريخ جافلين ومسيرات سويتش بليد وصلت أوكرانيا. وأوضح البنتاغون أن روسيا بدأت في تعزيز حجم قواتها انطلاقا من بيلاروسيا، وذلك حسب ما أفاد البنتاغون. هذا وقد اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بالسبب في ارتفاع أسعار موارد الطاقة في العالم، مشيرا إلى أن بلاده يمكنها أن ترسل موارد الطاقة إلى البلدان التي تحتاج إليها. وفي كلمة له كشف بوتين عن وجود خطط روسية ضخمة لتعزيز وتأمين أنظمة الملاحة. لدينا كذلك مشاكل أخرى نتصدى لها، وهي إيجاد منافذ جديدة بما في ذلك لتصدير الغاز والنفط والفحم، وكذلك استخدام هذه الموارد في السوق الداخلية الروسية. ويجب توجيه هذه الموارد إلى القطاعات التي تحتاجها بشكل أساسي. ميدانيا على الأرض، أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقوع ميناء ماريوبول التجاري تحت السيطرة الروسية الكاملة. كما أشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم استهداف مراكز القرار الأوكرانية حال استمرت القوات الأوكرانية في استهداف الأراضي الروسية على حد قولها. تطور يأتي فيما أعلنت الدفاع الأوكرانية أنه ليس لديها معلومات عن استسلام لواء من مشاة البحرية الأوكرانية في ماريوبول. من جانبها قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن القوات الروسية انتهكت وقفا لإطلاق النار ومنعت حافلات إجلاء المدنيين من المغادرة. يأتي هذا فيما قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول إن أكثر من 100,000 شخص ما زالوا في المدينة في انتظار الإجلاء. شهدت المبادرة الرئاسية حياة كريمة تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية. وقامت القافلة بتوقيع كشف وصرف العلاج لعدد 138 حالة بمختلف التخصصات الطبية، منها إجراء عدد 27 فحص معملي وإجراء 18 أشعة وسونار، كما تم أيضا إجراء عدد 24 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في إحدى القرى التابعة لمركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بسهولة بعد التسجيل على الموقع.
ففي العلاجات الخدمات المميزه جدا لوزاره الصحه كونها بتقدم الخدمه بالمجان، ده رقم واحد. رقم اثنين ان هي بتوصل للمواطن لحد عنده بالخدمه الصحيه، طبعا ده تخفيفا على اهلنا من كبار السن ما بيقدروش يتنقلوا لاقرب مستشفى مركزي، خصوصا القوافل بتستهدف الاماكن البعيده. القوافل بتستهدف الاماكن البعيده والمحرومه من الخدمه الصحيه زي مثلا القريه هنا، بنبقى بعيد عن المستشفيات المركزية على الأقل حوالي 15 كيلو، سواء المستشفيات المركزية أو المستشفيات العامة. احنا بنعرفه كمان بالخدمات الصحية المتوفرة في القوافل، سواء في معمل، في أشعة، في أدوية معينة، في تحاليل معينة بتتعمل له. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي بهدف ضم أراضي هيئة الإصلاح الزراعي لملكية جهات حكومية. وأوضح المركز أن تعديل أحكام قانون الإصلاح الزراعي يهدف إلى الإسراع في تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر، وأيضا إقامة مشروعات أو منشآت ذات نفع عام، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر سفير بريطانيا لدى مصر جاريث بايلي، وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في المجال الإعلامي بين البلدين. وأكد كرم جبر أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة وممتدة على مدار سنوات طويلة، وأشاد باستقبال المسؤولين البريطانيين للرئيس السيسي خلال زيارته لبريطانيا وحرص الجانبين على تبادل الرؤى في مختلف القضايا والأحداث السياسية. من جانبه أكد السفير البريطاني أن هناك فرصة ذهبية بين مصر وبريطانيا للتعاون حول قضايا المناخ بالتزامن مع استضافة مصر لكوب 27. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن القيادة السياسية وجهت بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبيل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك عيد القيامة المجيد، وذلك في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبيل حلول الأعياد. ومن المقرر بدء الصرف يوم الجمعة الموافق 22 من شهر أبريل الجاري، ويصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10.7 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقرب من 24 مليار جنيه شهريا. أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في التعامل بشكل مفاجئ، وقد أبهر العالم بامتصاص الأزمات الداخلية والخارجية والاستجابة لها بقدر عال من المرونة. وأضاف المركز أنه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد والإمداد وموجات التضخم العالمية وارتفاع أسعار السلع، حققت مصر معدل نمو قوي بنسبة تصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من العام المالي الحالي، كما يستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي. من ناحية أخرى، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير عام 2022 توقع أن يتراجع معدل النمو العالمي من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022، وذلك في ضوء تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه، كما يتوقع أيضا أن يتراجع النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023. أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القمح، وقامت بتسعيره قبل موسم الزراعة بوقت كبير لتشجيع الفلاحين على زراعته. وخلال لقائه عددا من المزارعين بمدينة طوخ، قال المحافظ إن الدولة قررت صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل بقيمة 65 جنيها ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا.
أعلنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج عن الانتهاء من تجهيز 17 موقعا لاستقبال القمح المحلي هذا العام وفقا لمعايير التخزين السليمة للقمح. وأضافت مديرية التموين بسوهاج أنها قد جهزت عدة لجان لاستقبال المحصول من المزارعين بشكل ميسر دون تكدس مع مد عمل ساعات اللجان. السنة دي خلاص بدأنا موسم توريد القمح المحلي مبكرا. استعدت 17 موقع تخزيني في محافظة سوهاج على أتم الاستعداد لاستقبال القمح الجديدة. اللجان خلاص اتشكلت وتعرف كل مكان وكل نقطة فيها مين بالضبط، وخلاص طلعوا في ثبتوا في كشوف وخدوا تليفونات بعض وتعرفوا على بعض هيشتغلوا ازاي، حطوا الضوابط، حطوا كل حاجة. الأماكن والمواقع التخزينية استعدت، سواء إذا كان أماكن هيتخزن فيها الأقماح في خيش أو في صوامع أو كذا أو في هنجر. افتتحت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم معرض فيصل العاشر للكتاب الذي يقام على مساحة 3000 متر مربع ويشارك به 33 ناشرا. وقالت الوزيرة إن افتتاح معرض فيصل للكتاب أصبح عيدا سنويا لأهالي الجيزة، وفي دورته العاشرة يشهد مرحلة جديدة من التطوير في الشكل والمضمون ليكون متنفسا يتضمن كافة مجالات الثقافة والفنون والإبداع إلى جانب الكتاب تحقيقا للعدالة الثقافية. وأضافت أن دورة هذا العام تتزامن مع انطلاق فعاليات اختيار القاهرة كعاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي 2022، ودعت أبناء الجيزة إلى زيارة المعرض والاستفادة من المبادرات والورش التي تقام على هامشه. في مشاركات كبيرة وتوسعنا بشكل كبير، المعرض الحقيقة هيتخلله كتير من الأنشطة الثقافية والفكرية والفنية كمان. أنا عارفة أن دايما بيبقى فيه إقبال غير عادي في هذه المنطقة العظيمة. الحقيقة كل سنة بنحظى بالسعادة أن لإقامة هذا المعرض في هذه المنطقة والإقبال الشديد الكبير جدا من أهالي منطقة فيصل ومن الشباب أيضا. المبادرة الجديدة بأنه الكتاب من جنيه إلى 20 جنيه، هذا يتيح الفرصة للعوائل لشراء الكتاب. ما لفت نظري أيضا هو كمية الكتب المنشورة والمعروضة للطفل، وهذا شيء مهم جدا بأن تحيي القراءة للأطفال، وأيضا الآباء والأمهات يشاركوا الأبناء بشراء أيضا الكتب التي أيضا تغذي ثقافتهم في المستقبل. معروف أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيجمع ما بين دايما كتب التراث وموضوعات العلمية، بالاضافه لان طبعا زي ما بقول لحضرتك اللجان العلميه 13 لجنه علميه بتقوم باعداد بعض الكتب اللي هي بالذات الكتب التراثيه. كلنا فاهمين ان القراءه هي غذاء للعقل، فالمعارض بتسهل على الناس فرص جميله ان هو يكون بيجي يشتري الكتاب بسعر مخفض، يكون عنده فرصه انه يقتني اكتر من نسخه، ممكن يشوف بعض الاصدارات اللي ما تكونش متوفره في المكتبات. زي ما حضرتك عارف انه دور النشر اللي متواجده في المشاركه في المعرض مش كلهم عندهم مكتبات بتقدر تعبر عن وجهه نظرهم، فوجود معارض زي كده بيحيي عند الناس فرصه ان هو يجد كتب مختلفه ومتنوعه في المعارض. ومن أخبار الطقس مشاهدينا الكرام، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس ربيعيا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية.
ومن أخبار الطقس إلى عناوين نشرة التاسعة. الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع السودان لتطوير حركة النقل النهري. القاهرة تستضيف اجتماعات المسار الدستوري الليبي برعاية أممية. والأمم المتحدة تستبع للتوصل لهدنة في أوكرانيا وتحذر من أزمة غذاء عالمية. مشاهدينا الكرام، أخبار التاسعة انتهت، ولكن التاسعة مستمرة وبرنامج التاسعة مع شفكي المنيري. مساء الخير يا أميمة. مساء الخير يا عبدو، كل سنة وانتم طيبين. طيب. وانت طيبة. أتمنى لكم دايما التوفيق ولكل صناع نشر التاسعة دايما التألق والتوفيق إن شاء الله. حلقة موفقة إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا الآن نبدأ معكم برنامج التاسعة، تفضلوا.